قتلته؟ أنا؟ أنت اللي قتلته يا يوسف، أنت اللي قفشته مع مراتك، وأنت اللي دوست على الزناد. فوق كل ده أنت اللي بصماتك على المسدس لسه، تنسيت ولا إيه؟ أنا كل اللي عملته إني سألت لك الحوار ده بذمتك، أنت ما كانش نفسك، بذمتك كان هيجيلك نوم بعد كده، كانش هيجيلك نوم، كنت هتحس بينك وبين نفسك إنك مش تمام. معلش، هي أول طلعت روح بتبقى صعيبة حبتين لأنك بتبقى عيبها، لكن بعد كده صدقني مش هتسلاها يا يوسف. فكرتني بأول واحد قتلته في حياتي من 30 سنة، لسه محتفظ ببطاقته لحد دلوقتي. كنت في الأول متردد زيك كده، لكن بعد كده صدقني أنت اللي هتشكرني. خميس، عمرك كبير. أعمل جنازة عسكرية لحضرة الضابط. باله. لا ده سيبهولي، في كلمة سر لسه بيني وبينه. فلة كبير اللي انت شايفه. يوسف، انت اتعاملت مع البرنس وعرفت ان موته وسمه الدماغ الناشفة. انا ابن سوق، عشان كده هعمل معاك اتفاق، بس الأول شرط. اخره ايه يا يوسف؟ اخره ايه يا يوسف؟ نور، لا بقول لك ايه، تتصحصح معايا ولا خلي لك ده يعمل لك بن زياده؟ الأول شرط، اخره سعاد، اخره سعاده يا يوسف. مؤاخذة معلم خميس، هو المعلم هيعمل معايا ايه؟ علم علمك. طب تفتكر هيموته؟ انجزالة وقت من الاخر، عايز ايه؟ عدم المؤاخذة، احنا مطبقين من امبارح ونفسنا نتخمد، فانا من رأيي ان احنا نتوي الاتنين في حفرة واحدة ونخلص يا معلم. هو انا في ايدك يا ابن الهبلة؟ اخلص وانجز بدل ما تفنك معاهم، يلا انكشف. يعني انت بتطلعني من الحبس وعامل الفيلم ده كله عشان خاطرها؟ طب وزي ما طلقتش الكلام ده مش بخاطرك، انت خلاص منتهي، ولا نسيت وصلات الامانه اللي انا لسه ما قدمتهاش؟ وهنروح بعيد ليه؟ الضابط اللي انت لسه مسايح دمه ده بدل ما تترجني. وبعدين هو انا لا مؤاخذه يعني عاوزها في الحرام ولا حاجه؟ ده جواز على سنه الله ورسوله. وبعدين انتوا بعد اللي حصل ده كله مستحيل تعيشوا مع بعض، يبقى شيل ده من ده، يرتاح ده عن ده. وبعدين انا كان مفروض اخلص منك واقتلك، لكن ما يرضنيش. ساعات تجيلي في يوم من الايام تعيط وتقولي اتمت يا ابني يا برنس. انا ما بقتش عايز غير ابني. ما يلزمنيش، بس بشرط تطلقها بكره. وانت عارف كويس قوي يا يوسف اللي ممكن يجرالك لو فكرت تعمل اي حركه شمال.
افتح يا ياسين. يا ابني انت فين؟ اختفيت كده زي من امبارح. ها؟ انت كويس ولا حالك ايه فاهمني؟ طب احكي لي طب حصل لك ايه من امبارح طيب؟ هنام يا ياسين وما اصحى احكي لك. ماشي يوسف. نام البيت بيتك. يوسف يوسف معلش قوم 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 بص بص هفهمك. المنطقة هنا لبش ها؟ وبعدين عيال بتضرب كيمياء ونسوان كتير ومباحث وزفت. البرنس عارف الطريق هنا. قوم معايا هوديك مكان البرنس ما يعرفش فيه طريق جر. قوم. انزل يا يوسف. عايز اعرف دلوقتي انت ناوي على ايه؟ هتطلقها؟ يا عم ما تولع هي بجاز وسخ، انا الفرق معايا الواد. لو منك اخد ديلي في سناني واخلع مع بالك كلها يا يوسف. والواد يا ياسين؟ هيثم هسيبه لمين؟ انا خسرت كل حاجه. خسرت مراتي وخسرت ابني وخسرت بيتي غير تهمة القتل اللي انا لابسها. شش بس وطي فوتك ما توديش نفسك في داهية. يا ابني انا خلاص رايح في داهية. انا في نظر الحكومة قاتل وسوابق. ما تحلها لي يا ياسين، انا مستعد اعمل اي حاجة بس عايز الواد. ورحمة ابوك يا شيخ. انا لو جرالي حاجة الواد امانة في عينيك. مش لازم الكلام ده يا يوسف، واحد الله، واحد الله وان شاء الله هتفرج. مش باين لها يا ياسين. استغفر الله واتوب اليك. ايه يا يوسف؟ هتكفر ولا ايه؟ واحد الله يا راجل. لا اله الا الله يا ياسين. نفسي انام 10 سنين. اصحى الاقي نفسي واحد تاني. واحد انا ما اعرفهوش. هتتحل يا يوسف ان شاء الله هتتحل. تعالى بس ورايا وان شاء الله هتتحل. عم حسن! عم حسن! عم حسن! عم حسن! مين؟ صباح الفل يا عم حسن. ياسين ايه الغيبة الطويلة دي يا راجل؟ كل ده نوم يا راجل يا طيب. الساعة كام؟ الساعة 8. معلش جينا بدري بس مزنوقين في اوضة. بقول لك ايه، استاذ يوسف مزنوق في اوضة ضروري بس بسرعة. الله يبارك لك، بقاله بتاع 3 سنين ما نامش. بس يوم كله تحت امرك. انا يوسف ده اسمك الحقيقي؟ عم حسن استاذ يوسف ده زي اخويا. ها مش ده الراكش اللي عندك؟ المهم طمنا، في اوضة فاضية ولا ايه؟ ولو مفيش نفضيها عشان خاطر عيون الاستاذ. ماشي. عارف انت ابن حلال يا استاذ يوسف. في اوضه زبونها لسه سايبها حالا. اجدع اوضه عندي 33. تحب اطلع معاكم؟ لا الله يبارك لك، كمل انت نومك، احنا نطلع احنا نشوفها. هو الاستاذ ناوي يقعد قد ايه؟ لا لسه ما نعرفش عن حسن. نقول اسبوع. ماشي يا عم حسن، اسبوع اسبوع. طيب 31 في 7 و 30 تأمين، يبقى المجموع 347. 247 يا حرامي. معلش بقى لأني لسه كنت نايم والله. ماشي طيب امسك. بسم الله الرحمن الرحيم. خد دول تحت الحساب والباقي اجيبه لك كمان. وليه يا استاذ ياسين بس؟ ما انت صاحب مكان يعني. معلش متشكرين. يلا يلا يوسف يلا.
واضح انك زبون هنا. لا مش انا زبايني، اصل البنسيون ده ممكن لاي حد هربان. هربان من ايه بقى؟ اوه هربان من الحكومه، هربان من مراته، واحد عليه طار، عيل بلطجي. في بلدنا دي دايما عندك حاجه تهرب منها. او زي حالاتي بقى هربان من كل دول. بص شايف السطح ده قريب ازاي؟ لو حصل اي حاجه اي لبش نط هناك هتبقى في الامان. طيب انا هسيبك دلوقتي ها، وهاجي لك بالليل ان شاء الله، هجيب لك معايا شويه حاجات. مش محتاج فلوس؟ لا معايا ربنا يخليك. انت بتكذب مني يا يوسف؟ معايا يا سلام. طب بقول لك ايه، الكام يوم الجايين دول خليك قافل على نفسك هنا لغايه الدنيا ما تهدى بس، ولو احتجت اي حاجه قول لعم حسن، هو صحيح مد شويتين بس هيعرف يتصرف. يلا سلام عليكم. خليك من نفسك يا يوسف. شكرا يا سين. صباح الخير يا سعادة المقدم. صباح النور يا استاذ وليد. ايه الاخبار؟ مفيش، بس كنت بطمن حضرتك قابلت المدام؟ انا كلمتها ورايحه اقابلها فعلا، وانا هبقى اكلمك بعد ما اقابلها. متشكر قوي، معلش تعبتك معايا. مع السلامه. مع السلامه. عايزة تروحي بقى لدكتور نفساني ليه؟ عادي يا حلا، ايه المشكلة يعني؟ وده ليه علاقة بوليد؟ قلتلك مليون مرة ما تحشريش مناخيرك في اللي ملكيش فيه. يا سارة أنا خايفة عليها. عارفة يا إنجي ممكن يقولك ايه؟ ممكن يقولك عندك شيزوفرينيا عشان تروحي له كتير وينصب عليكي. مبدئيا كده اسمها سكيزوفرينيا مش شيزوفرينيا. سيبك منها دي جهلة. بقولك أنا عارفة دكتور شاطر قوي، كنت بروح له أيام ما انفصلت عن أمير. استني كده. دكتور سامي العجري. هبعت لك نمرته دلوقتي. احجز لك ميعاد؟ يا ريت، يبقى كويس قوي. ماشي. عرفتي وليد فين؟ تلاقيه بيقعد كده ولا كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وليد ملوش في الكلام ده خالص. لا بصي بقى، مفيش راجل ملوش في العبط ولا في الكلمه. اساليني انا. عموما في واحد صاحبه ظابط كلمني وقال لي انه هيجي يقابلني دلوقتي. اشمعنى؟ معرفش. مدام انجي، مقدم شريف ادريس. مساء الخير يا سيادة. اهلا وسهلا. حالة سارة. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. يعني افهم من كلام حضرتك ان انا ولا هقدر اشوفه ولا اكلمه لمدة اسبوعين؟ عشان مصلحته بلاش. طب حضرتك ممكن تقولي هو فين؟ ولا دي كمان ما ينفعش؟ مدام انجي انا خايف على وليد. القضية مش سهلة. علي الجندي وسليم دربالة ناس ما بيرحموش. طب لو عايزة أبعت له مسج أعمل إيه؟ ابعتها لي وأنا هبلغه. يا ريت حضرتك تقول له إنه وحشنا جدا.
ان احنا كويسين. اعتبريها وصلت خلاص. انا مضطر استاذن دلوقتي. بس حضرتك ما لحقتش تشرب حاجه. معلش خليها مره تانية، ورايا حاجات كتير قوي النهارده. مالك يا سعاد، في حاجه تانية حصلت؟ سعاد، انت امبارح قلت لي ما حصلش حاجه وانا صدقتك. والله ما حصل. سعاد، يعني في عينك كده؟ على شي مبرطل. هو بصراحه كان هيحصل، بس والله العظيم ما حصل، وحياه امي ما حصل. صادقه صادقه، بس انت ما قلتليش عمر ده عرفتي امتى وازاي؟ اخويا مرعي الله يكرمه كان سواق على الميكروباص من بتوعه، وانا كنت بشوفه لما كان بيعدي ياخد الايراد. كان ساعتها بقى ظابط لسه متخرج ودبرته بتلمع، وانا كنت حته عيله صغيره حبيته بس في سر. بس اول ما قابلت يوسف نسيت عمر ده خالص. وايه اللي رجعه ده دلوقتي؟ بختي الاسود. البرنس الزفت ده بعد ما حبس يوسف قال لي خلعيه وانا اتجوزك وعيشك ملك. انا رفضت طبعا، كان بيجي لي كل يوم من صباحيه ربنا يقعد يزن لحد ما قرفت، كنت لوحدي ومش عارفه اعمل ايه. اضطريت بقى ان انا استنجد بعمر ده عشان يخلصني منه. طب ويوسف فين دلوقتي؟ مش عارفه، وبصراحه مش عارفه اكلمه بانهي وش. ناوي على ايه؟ انا دماغي مصدعه ومش عارفه افكر، مش قادره. عايزه رايي؟ اه. ما قدامكيش غير البرنس. انت تهبلت يا بت بعد كل اللي قلتهولك. دوريها في دماغك دلوقتي. وصل فاكرك نمتي مع عمر، ولو حلفتي له على المصحف مش هيصدقك. ده مش بقيت يعمل معاك الجلاشه وياخد منك هيسه. وعمر ده مستحيل يفكر فيكي، يعني ما عندكيش راجل يحميكي دلوقتي. يبقى ما قدامكيش غير مين؟ البرنس. برضه لا، لو اخر راجل في الدنيا يستحيل. استني بس، رايحه فين؟ انا مصدعه قوي مش قادره، عايزه اروح. سعاد، سعاد، كان لازم تخلص منه يا كبير. افترضنا عمل حركه شمال. ما استدراش يا خميس، لان ماسكه من عرقوبه. تعرف عيبك ايه يا ده خميس؟ انك عفياجي وفاكر انك ممكن تاخد الدنيا بالدراع، مع اني قلت لك الف مره قبل كده اخد الحق صنعه. قتل عمر مش هعدي بالساهل، الدنيا هتولع. قتله ليه ما دام عندي اللي هيشيلها؟ عمر اتحدى البرنس، لكن الواد يوسف ده مش بينه وبينه اي حاجه. مين ده؟ مستوره معلم. سلطان فين يا مستوره؟ والله بقاله شهر ما بشوفهوش، بيقولوا اللي هو مسافر. ابنك سالف مني 30 باكو، امبارح كان مفروض يردهم لـ40. هو ابنك ده مهفوف في دماغه ولا حاجة؟ مش عارف البرنس ممكن يعمل ايه في اهله، في امه، في ولاده. يا لهوي 30 باكو؟ ما قاليش يا معلم، احنا ما نحتكمش على المبلغ ده، وانت عارف حالتنا عاملة ازاي. والنبي اول ما يجي لا اجيبهولك واسلمهولك تسليم اهلي واعمل فيه ما بدالك. تطيع عليا وليه ولا ايه؟ خميس امرك يا كبير. ربنا يكرمك يا معلم ويعلم مراتبك يا سيد المعلمين. ما خلاص بقى يا وليه اتلم ده، بدل ما تولع فيهم يا كبير.
الناس دول غلابة خميس، ما حرتهمش اللضا. الواد سلطان مش هيرجع. تقدر تقول لي هكسب ايه يعني لما اولع فيهم والناس تكرهني؟ ولا حاجة. وهتكوني قد فاكر ان اسم البرنس ده جيب الدراع وخلاص. لا، ده جيب الحب. عشان كده اهم حاجة في الحياة دي كلها ان الناس تحبك، بس في نفس ذات نفس الوقت يخافوا منك، تبقى لك هيبة ويعملوا لك الف حساب وحساب. لا، تعلم تبقى سياسي، تعرف امتى تشد وامتى ترخي. على فين يا كبير؟ راح اشهد. حاضر. ازيك يا سعاد؟ لا مؤاخذة، اصل مفيش حد. ده كويس عشان ناخد راحتنا في الكلام. هو في حاجة ولا ايه؟ طب ما تيجي تقعدي، مش هاخد من وقتك كتير. انا سبق قبل كده صرحتك بموضوع الجواز، وانا قلت لك اني على ذمه راجل. ما دام على ذمه راجل كنت بتعمل ايه مع الظابط؟ عاوز اقول لك على حاجه بقى من الاخر يا سعاد. الظابط ده ما يستاهلكيش، ولا يوسف جوزك يستاهلك. انت محتاجه راجل يحميكي، يكون لك ظهر وسند، ويعرف يصرف عليك. هي بيع وشروة يا معلم؟ الصراحة؟ بيع وشروة. أدام هي كده بقى، يبقى من حق أختار اللي يشتريني. عاوزة تهيميني إن المزاد رئيسي على حضرة الظابط؟ ولا هو ولا غيره. شرفتنا يا معلم، معلش كان بودي، بس المزاد خلص. لا لسه. اتفرجي على الفيديو ده يا سعاد، هيعجبك قوي. على فكرة لكن ممكن أبلغ عنه وألبسه البدلة الحمراء بعد ما قتل حضرة الظابط، لكن ما خلصنيش أيتم الواد الصغير. يوسف هيبعت لك ورقتك. فكر يا بنت الناس، معايا هتكسب يا سعاد. محدش هيبقى لك في الدنيا دي كلها غيري أنا برنس. محدش هيحميك من جوزك يوسف غيري أنا. زي الثلاثة اللي قبلك. سلام. بونجور يا نهال. بونجور يا طارق. علي عامل ايه دلوقتي؟ نفسي مش مظبط خالص يا طارق. بس بيقولي له يعني سيطر على اعصابه شوية. ما يقصدش. أنا مش عاوز أتكلم في الموضوع ده تاني. ماشي. الدكتورة. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. أمين محمد.
فتش البيت. تمام سعادة. خلاص خلاص. اتفضل يا ترى. اسود؟ مبقتش غير اسود يا طارق؟ انا افتكرتك نسيتني. طبعا لا يا علي، كان عندي شويه شغل في لندن. بس انت مسافر امتى؟ النهارده بالليل. انت عامل ايه؟ انا كويس. اخبار الجروب ايه؟ مش مبسوطين يا علي، مش مبسوطين. نهال سيبينا لوحدنا. ها يعني تفتكر انا اللي مبسوط؟ علي احنا مقدرين موقفك، بس يعني لو مقدرين ما كنتوش بعتوني. اهدى علي اهدى. اهي العصبية بتاعتك دي سبب كل المشاكل. اه طبعا طبعا. سيادتك تيجي مصر تنزل في الفندق بتاعك مساج وشرب وسكر وانا متنيل بنيلة هنا، وبعدين تفتكرني وتعدي عليا وتقول لي اهدى. خلاص يا علي بقى خلاص. علي انا كنت جاي اقول لك بس يعني بلاش التصريحات الهبله اللي انت بتصرحها اليومين دول. ما هو لما اتصل بيكوا 100 مره ومحدش يرد عليا وما تبعتوليش محامي يتابع القضيه، يبقى رد فعلي ده طبيعي جدا. رد فعلك ده يا علي رد فعل عيل صغير مش عارف نتيجه اللي هو بيعمله ده هيبقى عامل ازاي. قول لي يا علي، انت هتكسب ايه لما تخسرنا؟ مش هنغلب معاك يا علي، نشيلك ونحط حد تاني مكانك. صدقني انا اطيب واحد فيهم، ما تخسرنيش علي بلاش. لما انتوا جامدين قوي كده ما اتدخلتوش ليه لحد دلوقتي؟ عشان ما بنحبش الاغبياء يا علي. سلام. هتدخل عليا من غير اذن؟ ايه اللي حصل؟ مش عايز اسمع سيرة الكلب ده. اهدى بس يا علي فهمني ايه اللي حصل؟ بيهددلي بالقتل. قتل؟ المافيا زمان لما كانوا بيعوزوا يقتلوا حد منهم قبل القتل بثلاث ايام كانوا يبعتوا له رسالة. عارف الرسالة دي كانت ايه؟ ورد اسود. كلمي دربالة لو طلب مبلغ عالي مش مهم. مش انت الجدع بتاع امبارح؟ ايوه معليك انا. سليمان ياسين معليك. ايوه عارف يا سليمان، امبارح كانت احلى اكله كباب كلتها في حياتي كلها. لا 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 لا، كباب الخرتين ده طلع حكايه لا يعلى عليه بجد، والظاهر كمان ان ايدك فيها بركه. من هنا ورايح انت اللي هتجيب لي الكباب. الكباب ابو 2 جنيه معليك؟ يا باشا انا تحت امر معاليك، الف هنا وشفا. انت قلت لي كنت شغال فين قبل كده؟ كنت في مكتب احمد حسنين. واقع قوي. ما انا عشان كده سبته وجيت اشتغل مع معاليك. عارف احمد حسنين كان شغال هنا في المكتب، قعد يشتغل 5 سنين جنيهات، بس بصراحه كان اجدع واحد تشرب من ايده قهوه. اللي هتتعلمه هنا مش هتتعلمه في حته تانية. اشتغلت معاه قد ايه؟ 3 سنين. 3 سنين.
على كده بقى انت جامد في القهوة. انا خدامك يا ريس. ماشي. طب روح اعمل لي فنجان قهوة مانو. اعمل لك قهوتك انا يا بيه. انا قلت سليمان. ياسين يا ريس، خدامك ياسين. ايوه يلا روح عشان نشوف بقى تجربة عملي كده اتعلمت ايه من حسنين. حاضر يا باشا. السكر فين يا عم عطية؟ اهو هات يا ابني وانا اعملها لك. معلش يا عم عطية، هو عايز يشربها من ايدي، ادعيلي بس انها تعجبه. ربنا يكرمك يا استاذ ياسين. طب ايه الكبريت فين طيب؟ اهو خد يا ابني. مالك يا تيفا؟ بتوع احمد حسنين دول اجدع عيال يعملوا قهوه. اهلا يا دكتوره. لحظه واحده خليكي معايا يا مدام. سيبنا شويه يا تيفا. استنى انت يا ايه يا ايه. انا ياسين يا ريس. استنى ياسين عاوزك تعال. معاك يا مدام. معلش احنا كنا بنقول ايه؟ فكرت يا متر ولا لسه؟ ما انا قلتلك يا هانم القضية دي لو تعرضت على اي محامي في البلد من غير ما يبص فيها هيقولك خسرانة. عندك احمد حسنين مثلا فاضل يومين دول. بس انت اللي ماسك القضية من الاول. هو انا في الاول كنت عاوز ستة، بس بصراحة يعني الوضع دلوقتي اتغير خالص. أنا عاوز 15 يا هاني. 15؟ خد راحتك في التفكير، بس خلي بالك الوقت مش في صالحنا. يعني كل ما نتأخر الوضع هيتصعب أكتر. مع السلامة يا هاني. أنا راجل عملي طول عمري كده، ما أحبش تضيع الوقت خالص. بنيت نفسي بنفسي، ما ضيعت ثانية واحدة. عندي خبرة وليا نظرة. أنت هتبقى محامي كويس أوي يا إبراهيم. اسماعيل. ياسين يا ريس. ياسين. المهم الاسامي، المهم تفتح مخك معايا وتنسى خالص اللي اتعلمته عند حسنين. يا باشا انا خدام عليك. انا هجربك في حاجه صغيره كده، لو نجحت هجربك في حاجه اكبر، لو فشلت هتسيب المكتب. انا ما عنديش طولة بال عشان اشغل معايا حمير. ها قلت ايه؟ قربني عليك. اول حاجه تقلع البدله المعفنه اللي انت لابسها دي، واشتري لك كده كام بدله كويسين. ها انا عاوزك مهندم انيق، عاوز الشياكه اول ما تشوفك تتنط من مطرحها وتقول لك اتفضل يا معلم ياسين. امسك. هتروح المحل ده وتقول لهم ان انا جاي من طرف سليم درباله، تنقي لك بدلتين كويسين كده بلوازمهم وبلاش الالوان الفاقعه. طب والمؤاخذة يعني يا ريس البدل دي زي الكباب بتاع امبارح؟ ابتديت تفهمني يا سليمان. بقالهم ساعة وين؟ ده الأستاذ عمره ما قعد معايا كل الوقت ده. ويطلع مين ياسين ده؟ أهي بلاوي بتتحدف علينا. اللي أعرفه إن كان شغال عند أحمد حسنين. طب وأنت شاغل نفسك بيه ليه؟ أنا لا شاغل نفسي بيه ولا حاجة، بس الواد ده شكله مش سهل، وأنا بصراحة بقى خايف ياكل بقى الأستاذ حلاوة. مش قلت لك هتكلمني على طول؟ أيوة يا دكتورة. اتفقنا يا متر. تمام يا مدام، والتحويل؟ جرى إيه يا متر، أنت مش واثق فينا ولا إيه؟ الفلوس هتبقى في حسابك بعد كام يوم؟ هتبتدي إمتى؟ احنا خلاص ابتدينا يا مدام. طيب تمام يا متر، مع السلامة. مع السلامة. شوف بقى
الكلام اللي اتقال بينا دلوقتي ما يطلعش لأي مخلوق، وبالذات تيفا. تلاقيه قاعد بره دلوقتي بياكل ويهرف نفسه وعاوز يعرف ايه اللي بيدور بينا. لو سألك قول له اي هالفطة، اوعى تديله عقد نافع، فاهم ولا لا؟ حاضر. يلا روح انت دلوقتي ما تتأخرش عليا. بس اسمع، اول ما توصل المحل خليهم يبعتوا لي حد عشان ياخد مقاساتي، لاني تخنت شويه، عاوز احضر مرافعه معالي الوزير ببدله جديده. هنزل حضرتك. مع السلامه يا سمير. مش هنقعد ولا ايه يا استاذ؟ لا خلينا لبكره يا تيفا، مش فاضي دلوقتي خالص. صراحة دي أول مرة أروح لدكتور نفساني. استني، مش دكتور نفساني. أمال حضرتك إيه؟ أمال حضرتك اتخضيتي كده ليه؟ لا أبداً، بس حسيت إني اتلخبطت. طيب حضرتك تعرفي إيه الفرق بين الطبيب النفساني والمعالج النفسي؟ الحقيقة لا. الطبيب النفسي متخرج من كلية الطب، بيعرف حالة المريض النفسية وتأثيرها عليه ويصرف له الأدوية المناسبة. أنا بقى مش كده، أنا خريج علم النفس، وظيفتي إن حضرتك تحكي لي مشكلتك ونفكر فيها مع بعض لحد لما حضرتك تحليها بنفسك. الصراحة أنا مش عارفة أبتدي منين. مشكلتي دي مفيش أي حد يعرف أي حاجة عنها، ولا حد من أصحابي، ولا حتى مامتي أو بابايا. ما تقلقيش، اللي بيتقال هنا مخلوش كله. المشكلة إن أنا وجوزي بقالنا فترة كبيرة مفيش أي علاقة حميمة. مين السبب؟ هو طول الوقت بيتلكك إنه تعبان أو مشغول أو مرهق، لدرجة إن أنا بدأت أشك إن هو ممكن يكون على علاقة بواحدة تانية. هو دي مشكلة عادية وبتحصل في بيوت كتير؟ هي حاجة عادية، بس اللي مش عادي انها بقالها فترة كبيرة جدا. قد ايه؟ 3 سنين. قلت حضرتك قد ايه؟ 3 سنين. 3 سنين ما قرب ليش. مين؟ انا ياسين. ازيك يا ياسين؟ جاي لوحدك ولا؟ لا لوحدي لوحدي. طب اتفضل. لا معلش، ما تعودش ادخل بيت راجل ومش فيه. قصدك ايه؟ قصدي اللي قصدي بقى. والله ما حصل اللي في بالك يا ستي. ولا يحصل؟ بقول لك ما حصلش. لما تلبسي لك 10 15 سنة ويتقال عليكي زانية، يبقى روحي تفي على قبر الضابط ويقولوا ما حصلش. انت عاوز ايه؟ يوسف عاوز هيثم. كل ده نوم. كان بقالي كتير قوي ما نمتش يا محمد. ايه؟ في اخبار جديده؟ مفيش. اللي هتقراه النهارده هو اللي قريته امبارح، هو اللي هتقراه بكره. اما تعمل لنا فنجان قهوه كده. عينيا. هو انت بقالك قد ايه بتشتغل هنا يا محمد؟ اتولدت لقيت نفسي هنا. طب ما زهقتش؟ عندك شغلانة تانية؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه يوسف، عم حسن كل دماغك ولا ايه؟ بقول لك يا يوسف تعالى نطلع فوق الأوضة، عاوزك في حاجة. أنت جبت الشنطة دي منين؟ اطلع قدامي يا يوسف نتكلم فوق. نتكلم فوق في ايه؟ اطلع قدامي يلا. ما تطلع يا جدع، في ايه؟
طب لمؤاخذة حساب القهوة يعني. قهوة ايه يا عم حسن؟ القهوة هنشوفنا منها حاجة لسه بتعملها. خف علينا شوية يا عم حسن. عندك حبل؟ حبل؟ اه حبل. عايز انشر عليه الغسيل. كل يا يوسف كل. الدنيا مش هتنحل بين يوم وليلة. مش عايز. البرنس راح لسعاد. انت عرفت منين؟ عرفت وخلاص. لا عرفت عشان انت رحت لها. صح؟ ليه بتتصرف من غير ما تقول لي؟ يا يوسف انا لازم اعرف ايه اللي حصل. تعرف ايه؟ عايز تعرف ايه يا سيدي؟ المهم طيب. هذا التحليل في ان البيه ما لمسهاش. امال كان عندها بيهب بايه؟ احنا نستهبل. هي لقيت لي كده. البرنس قال لي سعاد انا قتلت عمر. وعرض عليها الجواز كمان. وهي قالت له ايه؟ ترى عمرها وسخه بتاعت مصلحتها. انا بس اللي ما كنتش واخد بالي. تغور في 60 داهيه. هتجيب لي هيثم ازاي؟ خلص. قالت لي مستحيل انها تسيبه. يعني ايه استحيل؟ خلاص يبقى اقتلها واخد الواد. يوسف اهدى اهدى يوسف مش هنعرف نفكر. انا رايي انك تطلقها بعد كده يحلها الحلال. يا سيدي هطلقها دور في 60 داهيه مش عايزها. انا عايز الواد، انا عايز ابني. انت عارف يعني ايه تاخد مني هيثم؟ ما لو خدت الواد يبقى انا خلاص. ما فاضليش حاجه. لا فاضل يا يوسف. فضل ان البرنس ما يبلغش عنك. يعني هي دي مضمونه يا ياسين. نعمل اللي علينا يا يوسف بعد كده ربنا يسهل. المهم بس تستهدى بالله ها؟ وكل كل عشان خاطري. معلش لازم امشي دلوقتي مش هتأخر عليك. انت اللي قتلته يا يوسف، انت اللي قفشته مع مراتك.